أهلا بكم جديد لنتابع معكم ملفات دائرة الشرق لهذا اليوم. ونذهب إلى العراق، حيث قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، قال إن العراق يشهد أزمة مياه حقيقية في الوقت الحالي، سببها قطع الروافد المائية القادمة من دول المنبع وعلى رأسها إيران وطبعا تركيا، مشيرا إلى أن إيران قطعت المياه القادمة من سد دربندخان بشكل كلي، الأمر الذي تسبب بنقص حاد في المياه ظهرت أثارها في محافظة ديالى. فما هو الوضع المائي في العراق؟ العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات في ظل قيام جارتيه إيران وتركيا ببناء عدة سدود قلصت حجم الإمدادات المائية على النهرين بنسبة 50% على الأقل، بينما بدأت الأزمة في الظهور بالفعل قبل بضع سنوات بوقوع جفاف غير مسبوق لنهر دجلة وحالات تسمم للأسماك وكذلك المواطنين في بعض مناطق العراق. وفي عام 2018 كانت تداعيات شح المياه كارثية عندما أصيب أكثر من 24 ألف من سكان محافظة البصرة جنوبي العراق أصيبوا بتسمم نتيجة تلوث المياه، واكتظت على إثر هذا الحادث المستشفيات والمراكز الصحية بهم. في أعقاب هذه الأزمة الصحية أجرت الحكومة العراقية جولة مفاوضات مع الجارتين مع إيران ومع تركيا بشأن إمدادات المياه، لكن زيارات المسؤولين العراقيين خاصة إلى تركيا والحديث عن قرب التواصل إلى تفاهمات بشأن ملف المياه بالواقع لم تحقق شيء. وبحسب إحصاءات الحكومة يستهلك سكان العراق البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة 71 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من 50 مليون نسمة في 2035، فيما ستنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوي بعد إكمال كل مشاريع السدود خارج الحدود في إيران وتركيا. كما تشير بيانات رسمية إلى أن العراق يفقد نحو 100 ألف دنم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا بسبب أزمة المياه، فضلا عن أن 70% من الأراضي لا تزرع في العراق بسبب أزمة شح المياه. نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً إجمالي معدل استهلاك المياه لكافة الاحتياجات في العراق، بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب. أما في مواسم الجفاف تقدر كمية المياه في العراق بنحو 44 مليار متر مكعب. ووفق تقديرات الحكومة العراقية الأخيرة فقد حرم 40% من العراقيين من الحصول على مياه الشرب النظيفة، فيما بات 70% من أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، كما أن نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج. لمناقشة هذا الموضوع وفهم أبعاده ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف المهندس علي راضي، هو المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية. أهلا بك سيد علي راضي معنا. طبعا القاسي والداني تحديدا من العراقيين يشعرون يعرفون بأزمة المياه هذه في العراق، وليست وليدة اللحظة، يعني الفرات ودجلة يختفي أمام أعينهم، شح أمطار جفاف سدود ولا حلول. كيف يمكن للعراق أن يدافع عن مياهه؟ نعم، شكرا جزيلا سيدتي وشكرا لقناتكم الكريمة. حقيقة الجميع لاحظ خلال الفترة الماضية، يعني خصوصا بعد انتهاء الموسم الشتوي، موسم الزراعة الشتوي الماضي، فعلا انخفاض بمناسيب نهري دجلة والفرات. حقيقة هذا الانخفاض هو انخفاض مدروس ضمن خطة لوزارة الموارد المائية للمحافظة على خزينها المائي اللي موجود في السدود والبحيرات، باعتبار أنه بعد انتهاء الموسم الزراعي الشتوي ولغرض التهيئة واستقبال الموسم الصيفي الزراعي القادم اللي إن شاء الله بعد أسبوعين يكون المباشرة به، بالتأكيد هذه الفترة كمتطلبات وكاستهلاكات راح تكون قليلة،
فبالتأكيد احنا خفضنا الإطلاقات ضمن خطة مدروسة لوزارة الموارد المائية وفق الاحتياجات المطلوبة خلال هاي الفترة، وهذه طبيعية خلال هاي الفترة من كل عام. بعد أسبوعين إن شاء الله الجميع راح يلاحظ ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لغرض من يعني بسبب إطلاق كميات إضافية من المياه لغرض سد الاحتياجات سواء الخطة الزراعية الصيفية القادمة أو المتطلبات المائية. ولكن سيد راضي، هذه توصف بأنها حلول مؤقتة، ولكن الواقع يقول بأنه دجلة والفرات فقدوا أكثر من 50% من مناسيب المياه فيهم، طبعا بسبب ظروف طبيعية، والأصعب بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات مع الدول، مع إيران ومع تركيا التي تبني سدود على هذه الأنهر. نعم، أنا يعني لو يمكن حضرتك لو ما أعطيتني مجال إنه أسترسل بالكلام، هاي الإجراءات، تعرف أنا آسفة لأنه ما معي كثير وقت، معلش تفضل. نعم، هذه الإجراءات اللي قامت بها هي اللي تتزامن مع قلة الإيرادات المائية خصوصا الواردة في نهر الفرات. اليوم الإيرادات المائية للحصة المائية الواردة بالحدود التركية السورية انخفضت بحدود 50% عن معدلاتها للعام الماضي، وبالنتيجة هذه قلة الأمطار وقلة الإيرادات والتغيرات المناخية اللي تأثرت بها كل الدول خصوصا دول المنبع دول الأعالي بالتأكيد تؤثر بشكل أو بآخر وبشكل كبير على جميع هذه الدول، وأكثر من هو يتضرر هو العراق باعتباره دولة مصاب. لهذا اليوم العراق دخل في لقاءات فنية وتشاورات مع الجانب السوري مع الجانب التركي من أجل تقاسم الضرر. احنا اليوم في هذه السنة الشحيحة بالتأكيد هنالك ضرر، يجب ان يتقاسم هذه الدول الضرر، لا يكون الضرر على دولة دون اخرى. واحنا الجميع يعرف طبعا دول الاعالي بالتأكيد مشاريعها وسدودها اللي بنيت، هذه الامور متغيرة، هنالك سنة فيضانية نشوف مثلا من تملا السدود تطلق كميات باتجاه العراق، وهنالك سنين شحيحة بالتأكيد في فترات يجب أن يكون اتفاق. شكرا لك يا سيد علي راضي متحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، شكرا لك. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة إفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.